أكثر من 180 ألف مواطن أعزل هو عدد الشهداء الذين راحوا ضحية البطش والديكتاتورية في جريمة الأنفال، وفق تقديرات منظمات معنية بالبحث عن رفات الشهداء والمطالبة بحقوق ذويهم. جريمة غسان لم يمح مرور السنوات لوعة الأهالي فيها الذين ما زالوا يطالبون بالتعرف على رفات ذويهم عبر فحص الحمض النووي والحصول على التعويضات. استذكر أهالي محافظة أربيل الذكرى 34 لجريمة الأنفال التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء العزل من سكان إقليم كردستان العراق، والتي بدأت سنة 1986 واستمرت حتى عام 1989. قبل 34 سنة نظام البعث البائت سواها في ثمان مراحل. حملة الأنفال على قرى ومناطق كردية اللي راح فيها ضحية 182 ألف واحد بها، أغلبيتهم من النسوان والشيوخ والأطفال، وأغلبيتهم يعني مدنيين وليس العسكريين. ذو الضحايا طالبوا الجهات المعنية بالبحث والتنقيب عن الضحايا المؤنفلين وإعادة رفاتهم إلى ذويهم ومعاقبة المتورطين في هذه الجريمة الوحشية. إعادة رفات المؤنفلين في مقابر الجماعية جنوب وجنوب الغربي في العراق، إضافة إلى معاقبة المتورطين في عمليات الأنفال، كما طالبنا أيضا بالإسراع في عملية أخذ نماذج من DNA لذوي الضحايا بهدف التعرف على ضحايا الأنفال. هجمات برية وقصف جوي وتدمير للقرى الآمنة ونزوح ما لا يقل عن مليون مدني، كلها سميت تحت تسمية عمليات الأنفال. للعراقية الإخبارية حسين زنقنا، أربيل.